أهلا بكم مشاهدينا في هذا الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل. فقد قررت وزارة التربية توزيع القلم الإشعاعي الذكي على طلبة الدراسة المتوسطة. يذكر أن هذا القلم يساهم في تعزيز المناعي ويساهم أيضا في تنشيط الدماغ من خلال الموجات الكهرومغناطيسية التي يطلقها على مساحة دائرية نصف قطرها متر واحد. كما يتوقع أيضا أن تتم المباشرة بتوزيع القلم الإشعاعي الذكي خلال الأسبوع المقبل. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر اللي شاهدته الآن هو مو خبر حقيقي، خبر إحنا صنعناه لأنه إلى دور كبير جدا بالتجربة، وهنا بلش الدور الرئيسي لممثلين داخل الكافة. الآن بعد ما طلع الخبر وبعد ما سمعوه ممثلين وبعد ما سمعوه الضحايا اللي جلسوا بالمكان اللي إحنا كنا تاركين لهم، ننتظر أولا دور ممثلين، ثانيا مدى تأثر الضحايا باللي راح يشوفوه من ممثلين، وهل سينسجمون مع نفس الموضوع وكيف راح يؤدون الدور المخصص لهم. وبالمناسبة هذه مو المرحلة الأخيرة، هذه مرحلة راح تجي وراها مراحل ومفاجآت، خليكم ويانا. من رخصتكم شباب، بس بخصوص الخبر العاجل اللي هسه طلع، هذا خبر كاذب، لا حد يصدق به، أي واحد عنده طفل أو بالمتوسطة لا حد يخليه يستعمل هذا القلم، لأن هذا القلم حرم دولياً لخطورته على الطالب، فاللي أترجاه من عندكم لا حد يخلي ابنه أو بنته يستخدمون من هاي الأقلام. والله صحيح، أنا سمعت هذا الخبر إنه هذا القلم بشعاعي يأثر على الجسم مسافة 1 متر وخلال 5 ثواني بس. صحيح، هذا القلم يسبب إجهاد كبير بالقلب ومن ضمن النوبات القلبية المفاجئة. اللي يريده من عندكم هذا القلم لا حد يستخدمه أبدا. وأنا عندي أخويا اللي داوم بالمتوسطة راح أمنعه ما أخليه ياخذ من هذا القلم حتى لا يسبب أمراض القلب. وانا هم سمعت هذا الخبر، خلال 5 ثواني يجد القلب والانصاف والدم يصير مرض بالانصاف خلال 5 ثواني. لا صحيح، على اصدقائنا على واحد يعني شباب علاقتنا حذر من عند هذا القلب. ليش صحة طلابنا قاعد تتراجع من وراء هذا الامر؟ انه في وزارة التربية يجيبون لنا العلة للمدارس، فتشيل انه فتشيل العاب. تغذوا الضحايا بالعقل الجمعي وسمعوا الإشاعة، الآن صار دوري أدخل عليهم كأنه عندي برنامج يستفسر عن نفس الموضوع اللي هو موضوع القلم الإشعاعي الذكي. مشاهدنا الكريم، لا نزال في جولتنا ضمن هذا الخبر المهم، نتجول بين أبناء شعبنا الغالي. السلام عليكم. تسمحوا لنا نقعد وياكم شوية؟ تفضل استاذ. حياك الله، شكرا جزيلا. شلون أحوالكم؟ الحمد لله، رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل اعمالكم، شلون الصحه؟ الله يخليك. الاسم بالخير؟ حسام. سيف. يا اهلا حسام وسيف، اثنيناتكم نفس الاسم ترى، نفس المعنى يعني. صحيح، انا ضد انه هاي الفكره هذا القلم، لانه اول شيء محرم دوليا، سمعت المحرم في بريطانيا. ثاني شيء له تاثير قوي على اول 5 ثواني، يبدا سلبيات على القلب. يبدا القلب يضغ دم بسرعه كبيره. وله سلبيات، يعني خلال 9.5 قطر عند الانسان تبدي الاعراض والسلبيات. يعني انت راضه تماما؟ تماما راضه. انت ام راضه؟ راضين. شنو السبب؟ كلهم راضي يقولون. عندي هديه اريد اقدمها لكم. هسه راح تعرف شنو هي. يجوز موبايل مثلا. موبايل؟ شنو موبايلك؟ تبدل لو ما تبدل؟ لا تدعم. هذا هو القلم الإشعاعي. ها هو هذا القلم الإشعاعي، هدية. خليه عندك، خليه عندك. ليش ليش؟ أنا سمعت أنه ما دوم أو في. يا أخي أخذ جربه شوفه يجوز ينفع. لا أترجعك، هنا ما في سلبيات، تهديرات على الإنسان. إشاعات ما لها وجود، مو حقيقة. أنا ما أقدر، أنا مالي علاقة، هذا إلك صار. أخذ لك. ما يخوف، ما يخوف. ليش خايف؟ ليش؟ 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 شو أسوي؟ زين أسألكم سؤال، أسألكم سؤال، مصدر مع بس تقرب علي، راح القلم ولا؟
كسرتو تدري هذا 25 دولار بقية الدول بس قرم عليه قرم عليه 25 دولار يسبب لي أذية تمام أنا من أخذت مصدر معلوماتك؟ والله أنا سمعت أنت من أخذت؟ لا بس هو ما يصير تجي وتعطيني إياه لا أوكي راح القلم ولا وما صارت خمس ثواني تتخاف من خمس ثواني مثل ما لا بس ما يخالف شيطان بعد شيطان والله زين من مصدر معلوماتك؟ الأخ قال سمعت وأنا من سمعت قاعد تشوفون الشباب الموجودين بالكافيه ولا كلهم؟ نعم ذولا كلهم من كادرنا احنا برنامج تجربة اجتماعية اسمها التجربة وهذا كل اللي صار عبارة عن تجربة اجتماعية ما إلى وجود ماكو شيء والقلم قلم عادي مو كل خبر أسمع به صح ولا كل خبر أسمع به خطأ أحاول قدر إمكاني أبحث أتأكد يمكن ما أقبل إيه أوكي بس بنفس الوقت ما أرضى إلى أن أتأكد من المعلومات واضحة الفكرة واضحة تجربة جميلة شنو الرسالة اللي استفاديت من هذه التجربة؟ والله يا ريت يعني كل يطبق إنه هذا الحكي مو أي حكي نسمعه نصدقه وناخذ به يا ريت نتأكد من مصدر المعلومة اللي أنا نحكي بيها أنت شنو الرسالة اللي وصلتك؟ والله حسبالك صحيح حسبالك صحيح بالمناسبة كل إنسان يسمع خبر معين ويساهم بنقله فراح يساهم بنقله إلى 10 أشخاص من أصدقاء العشرة عندهم 10 وراح تنتشر الإشاعات صحيح هاي الطريقة تنتشر الإشاعات بالمناسبة المعلومات الخاطئة هي دمار المجتمع الإشاعات